منى السابر لن تخرج من السجن وحلا الترك في المستشفى. لا تزال قصة حلا الترك ومنى السابر قضية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد التغيرات التي لمست القضية. فبحسب المصادر المطلعة، أن منى السابر لن تخرج من السجن حتى لو تم دفع المبلغ المالي، فالشرط الأساسي هو تنازل ابنتها حلا الترك عن الدعوة. ووافقت المحكمة على إعطاء الإذن الأمني لمنى السابر لجمع المبلغ المطلوب منها في قضيتها مع ابنتها حلا الترك وإرجاعه لها خلال شهر. وانتشر هذا الخبر على السوشيال ميديا بعد حملة كبيرة قام بها ناشطون عبر تويتر تحت هاشتاغ أنقذوا منى السابر، وبعد جمع عدد من مشاهير الخليج المبلغ المطلوب من منى وتسليمه لحلا كي تتنازل عن القضية التي أقامتها ضد والدتها. أما حلا الترك فهي غائبة عن الساحة، وبحسب المصادر فقد أصابها انهيار عصبي بسبب الأزمة التي تمر بها، وهي في المستشفى حاليا تتلقى العلاج، ولكن تبقى أحاديث لا نعرف مدى صدقها. كما تعرضت حلا للعديد من الهجوم بسبب رفعها قضية على والدتها، وآخرها من الفنانة هيا الشعيبي التي طلبت منها التنازل عن الدعوة، وختمت حديثها أن الدنيا كما تدين تدان، وتعرفي غلاوتك عندي يا حلا ولا تخلينا ناخذ منك موقف. وهذه أمك، والدنيا يا حلا كما تدين تدان يا ماما، كما تدين تدان يا بنيتي، وانتي تعرفين غلاطك عندنا، لا تخلينا ناخذ منك موقف ترى، لأن هذه أم بالنهاية حلاوي ماما، الدنيا سلف ودين. وفي الوقت عينه أطلقت دنيا بطمة أي زوجة طليق منى السابر محمد الترك أغنية جديدة باسم يا حنانة، ما اعتبر البعض أنها تستفز منى السابر، خصوصا أن الأغنية تتكلم عن مناسبة عيد الأم. في الغنى القاع ونشوف الدنيا غمامة. ردت مي العيدان على زينب العسكري التي انتقدت منى السابر في فترة الأم اللي داخلي ما بتخليني إن أنا أتكلم عن بنتي حتى لو بتسجني، السجن عندي أهون من إني أنا أشوه بنتي. القطوة اللي هي القطوة تحمي عيالها ما ترضى أحد يقرب منهم، أنت تخليني الكل ينهش فيها وهي صغيرة، بنت صغيرة ما أعرف شيء يقهر والله يقهر. فقالت لها أنا أرد عليك يا زينب، لأن الموضوع باختصار اللي إيده بالمي مو مثل اللي إيده بالنار، لأنك عايشة مرفهة ومرتاحة، تزوجتي شيخ ورجل محترم وجبتوا منه 3 بنات، ولما انفصلتوا استمر بصرف مخصصاتك أنت والبنات ويتعامل معك بطريقة محترمة، ما تزوجتي واحد وانفصل عنك وشهر فيك وبسمعتك وشرفك وخلاك علكي على كل لسان، اللي يسوى واللي ما يسوى، وفيديوهات التشهير موجودة على اليوتيوب، ما جبتي بنت وراحت لأحلام تقلها يا ريتك كنت أمي، واللي تقولين عنها طفلة، الطفلة هذه أم قلبين، من كانت طفلة مغرورة الأطفال يروحون يسلمون عليها تدفعهم عنها، وأبوها يطلب 50 دينار عن كل طفل يبي يتصور معها، والكلام وايد رح يبدأ ولا يخلص. وأشوف أنتي عشان فلوسك رفعتي قضية على فاطمة المير، وأشوف ما حد قالك أنتي من قل فلوسك، ولا أنتي مو محتاجتها قسما بالله، الموضوع يغث، يا ريتك ساكتة، ترى أنتي تقدرين تساعدين لكن ما تبين، فخلاص الرسول حثنا على فضيلة الصمت لما يكون الكلام غير صائب،